السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوة الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم شباب، أصدقائي، أحبائي، إخواني. اليوم راح نتكلم عن آخر تحديث تم على مستر ويب مالتي تولز، وراح نبدأ بشرح القسم الخاص بالسوشيال ميديا بشكل مفصل. بداية طبعا الآن البرنامج طلب منك تحديث، بعد التحديث راح يكون شكل الواجهة بهذا الشكل، راح تجدها بهذا الشكل زي ما انت شايف امامك هون. بداية طبعا هون عندك اليوزر نيم اللي هو الخاص فيك، هون الباسورد اللي الشباب كانوا سائليني عنه، انه في جزء من الشباب نسي هذا الباسورد فكيف بده يستعيده. الان مش بحاجة انك تستعيده، كل مطلوب منك بس تضغط على علامة العين من هون بيظهر معك الباسورد والسيريال كي الخاص فيك في برنامجك، هذا هو. لكن هذا طبعا لا يعني انه يمكن استعماله مع جهاز اخر. وهون طبعا بيعطيك الاكونت، هل هو اكتف مش اكتف، اذا في لا قدر الله اي مشكله. الامر الاخر اللي تم اضافته هون اللي هو سبورت تيكت، زي ما انتم شايفين هون مشاكل، لبعض المشاكل اللي بتواجهها بعض الشباب او بعض الاقتراحات اللي بيحبوا يوصلوها بشكل مباشر، اصبحت الان انت مش محتاج انك تعمل بوست او انك تبحث عن الاستاذ اشرف، مباشره من البرنامج نفسه تقدر تعمل كرييت نيو تيكت من هون، ومباشره تختار القسم الخاص بالتيكت اللي بدك تقوم بإضافتها، وليكن مثلا على سبيل المثال السوشيال ميديا مانجر من هون تيست بهذا الشكل. طبعا انا اوريك اياها بس عشان طبعا يقبل بالعربي يقبل بالانجليزي، ما عندك اي مشكله، تستطيع انك تكتب لي بالانجليزي تستطيع انك تكتب لي بالعربي بكل سهوله. بعد هيك تضغط على كونتينيو، مباشره تجد هذه التيكت موجوده عندك هون. في حال قمت بالضغط عليها دبل كليك وبدك تقوم بتعديل اي شيء من اللي انت كتبته او تضيف عليه اي شيء، كل مطلوب انك تضغط عليها دبل كليك وتفتح عندك بهذا الشكل زي ما انت شايفين. هاي تفاصيلها كامله بعد ما تقوم بالتعديل اللي انت بدك اياه، بعدين تضغط على ابديت مباشره. مجرد ما وصلك الرد مباشره بتجيك هون باللون الاخضر، بتغير شكلها، بتعرف انه اجاك رد عليها، بتقدر ترد عليها الى اخره، لحين حل المشكله بشكل كامل باذن الله اذا كنت تواجه اي مشكله. هذا في البدايه. ثاني شيء هون تم تقسيم الأقسام بشكل منظم أكثر من الأول شباب، أصبح عندنا هنا قسم خاص بالسوشيال ميديا بضم جميع أنواع السوشيال ميديا اللي بتهمنا بالشغل، سواء فيسبوك سواء واتساب سواء كان يوتيوب بنترست إلى آخره، كل هاي الأقسام راح تشوفها هون. المالتي براوزرز من هون بنقدر نشتغل عليها اللي أنتم بتعرفوه، تم إضافة أقسام جديدة على المالتي براوزر وعلى الترافيك، على كل هاي الأقسام تم إضافة. لكن عشان احنا ما نتشعب وما نحس ان الموضوع طويل زاد على زوم، راح نبدا الان بقسم السوشيال ميديا. قبل السوشيال ميديا راح بس اشرح امر بسيط جدا. طبعا الامور اللي كانت توجهكم بالويب سايت ترافيك كلها تم علاجها الحمد لله، والان ان شاء الله ما في اي مشكله. فقط اضافه بسيطه تمت اضافتها على المالتي براوزر، راح اوريك اياها انا كيف تشتغل معك هاي الاضافه من هون بكل سهوله. بتضغط على المالتي براوزر وبتنتظر لحين يتم فتح البرنامج الخاص بمالتي براوزر زي ما انتم شايفينه من هون، من كرييت نيو براوزر من هون راح تفتح معك هاي النافذه زي ما انتم شايفين. الزر اللي تمت اضافته الاوتوماتيك بروتابل براوزر، هذا بيقوم بانشاء براوزر خاص لك بامكانيات خاصه مع قله خبرتك. يعني انت ما عندك خبره كيف تنشئ البراوزر، كيف تقوم باختيار اليوزر ايجنت المناسب، الديفايس، الاوبريتنج سيستم الى اخره، اللغه. انت كل مطلوب منك فقط تعطيه اسم للبراوزر اشرف على سبيل المثال، وتقوم بالضغط على اوتوماتيك بروتابل براوزر من هون بس بهذا الشكل. راح يفتح لك هذه النافذه امامك، هون راح يقول لك انه لايش انت راح تستخدم هذا البراوزر، هل بدك تستخدمه لاي باي اكونت، راح تستخدمه لفيسبوك اكونت، راح تستخدمه لامازون اكونت، تستخدمه للجيميل، لبنترست، بيدعم هاي الامور وهاي المواقع الى الان. طبعا فيما بعد ان شاء الله يتم اضافه بعض، لكن هذا لا يعني انه ممكن ما يدعمش، لا بيدعم، ولكن تخصيصا هذه المواقع يعني تم انشاء اعدادات خاصة لكل موقع مختلفة عن الآخر. الميزة في الموضوع هون أنك أنت ما تستخدم هذا البراوزر إلا لحساب واحد. يعني قمت أنت بإنشاء هذا البراوزر بدك تفتح فيه حساب، ممكن أنت تقول أني أنا ممكن أخذ منه كوبي وأعمل منه أكثر من حساب. لا، لا تستخدم هذا الأسلوب، لأنه في كود معين سيريال معين للبراوزر بيتم قراءته من ضمن الكوكيز، فما تقوم بتكرار هذا الكود يعني بأكثر من براوزر. فيعني باختصار كل براوزر تقوم بإنشائه تستخدم فقط لحساب واحد مش اكثر من هيك، تمام؟ بعد هيك مطلوب مني من هون اني اقوم بتحديد مكان وين بدي اقوم بحفظ هذا البراوزر، على الديسكتوب على سبيل المثال من هون، وبعدين بضغط على
جنريت. مجرد ما ضغطت على جنريت هو بياخذ وقت تقريبا ما يقارب من 10 الى 15 دقيقه لحين ما يجهز، لانه اعداداته كثيره وداخل تفاصيل يعني كثيره. انتظر عليه، ما تعمل اي شيء، كل مطلوب منك انك تنتظر لحين التحميل. مباشره راح يفتح لك هو فولدر، تجد داخل هذا الفولدر البراوزر الجديد مضغوط من بصيغه وينزب، بتقوم بفكه واستعماله بشكل مباشر كبروتابل نسخه مستقله ما لك اي علاقه فيها. هيك بتكون انت انشات براوزر بطريقه اليه. في حال انت حبيت تنشئ اي براوزر بالطرق اللي احنا بنشتغل فيها، عندك الخبره الكافيه تدعمك انك تقدر تنشئ البراوزر من هون، تقدر تنشئه زي ما احنا كنا شغالين. ما قدرت، شفت نفسك ما عندك القدره انك تنشئه بطريقه سليمه، او بتضلك ما زلت تواجه فيه مشاكل، قم بالاستعانه بالاوتوماتيك بروتابل براوزر، وانا بوعدك انه يعطيك براوزر باذن الله 40 مواصفات عاليه جدا جدا جدا، لن يتم ان شاء الله رب العالمين حظرها ولا حصرها الى اخره. هذا بالنسبه للويب براوزر شباب. هيك خلصنا من الويب براوزر. الان راح نبدا مع بعض بالسوشيال ميديا مانجر. راح نضغط من هون وننتظر لحين ما يفتح البرنامج كالعاده. نفس الشيء برضه الان بيفتح لي واجهه جديده، هذه الواجهه راح تكون خاصه باداره السوشيال ميديا. مجرد ما قمت بفتح البرنامج راح تجد البرنامج بهذا الشكل بدون هذه الحسابات. هذه الحسابات انا طبعا كنت اضفتها فيما سبق، وراح احذف منها جزء واضيفه مره اخرى امامك فقط عشان تشوف كيف العمليه بتتم. لكن تعرف ايام اثناء البرمجه واثناء العمل انا بكون محتاج لعده حسابات عشان اقدر اشتغل عليها. على كل حال، بدايه اول ما يفتح البرنامج تجده بهذا الشكل. تجد هنا ما في اي حساب طبعا. من هنا من على اليمين عندي هذه الخيارات الموجوده، عندي هذه اقسام السوشيال ميديا اللي انا بقدر اشتغل عليها. الان انت تقدر تشتغل على الفيسبوك وتقدر تشتغل على اليوتيوب. باقي الحسابات تقدر تضيف الحسابات بكل سهوله، ما عندك مشكله. بنترست تقدر تضيف حساب، انستغرام تقدر تضيف الحسابات، تويتر، لينكد ان الى اخره، بتقدر تضيف كل الحسابات اللي انت بدك اياها لحين ما يتم استكمال الكامبين الخاص بكل حساب. لكن لغايه الان اللي تم الانتهاء منه اللي هو الفيسبوك واليوتيوب، وانا راح ابدا الان معكم بالفيسبوك وبعدين ننتقل على اليوتيوب عشان نقدر نعرف كيف نستخدم هاي الاقسام. نضغط على فيسبوك من هون شباب، بيفتح عندي هذا القسم. كل قسم لوحده مستقل، مجرد ما ضغطت عليه بيتحول مباشره الى الحسابات والكامبينز الخاصه فيه. كل شيء بيكون خاص بشكل مستقل كانه برنامج مستقل. راح نرجع على الفيسبوك من هون شباب. اول امر مطلوب مني اقوم باضافه حسابات انا بدي اقدر اشتغل من خلال هاي الحسابات. الحسابات اللي انا ممكن اضيفها شباب، ممكن اضيف حسابات قديمه، ممكن اضيف حسابات جديده، ممكن اضيف حساب اقوم بشراء حسابات، ممكن اقوم بانشاء حسابات واضافتها الى البرنامج. بشتى الطرق اللي بدك اياها بتقدر تضيف اي حساب باي وقت بدك اياه. بتقدر تستخدم طريقتين لاضافه الحساب. الطريقه الاولى اد اكونت، من هون نضغط على اد اكونت زي ما شفتوها من هون، هذه هي الايقونه، بضغط اد اكونت تفتح عندي هذا النافذ. الان هذا النافذ هون تختار انت من هون السوشيال نتورك، انه نوع حسابك تشتغل فيه، فيسبوك، بنترست، يوتيوب الى اخره، بتختاره من هون. بعد ما تختاره بتقدر تضغط على شو ادفانس من هون. في حال كان الحساب يحمل بروكسي بتقوم باضافه البروكسي هون. هذه متى بنستخدمها شباب؟ اذا انا اشتريت حساب مثلا وهذا الحساب اصلا اوريدي هو معاه بروكسي، مش الفكره انه انا حسابي الشخصي وبدي اروح اضيف عليه بروكسي، هذا خطا، انت بتسبب هيك اغلاق حسابك. الحساب نفسه لما يجي من مصدره سواء انت انشاته او اشتريته، اذا كنت انشاته انت من خلال بروكسي بدك تستخدم نفس البروكسي، تقوم باضافته هون، سواء كان البروكسي ادرس، البورت، اليوزر نيم، الباسورد. ما في يوزر نيم باسورد ما عندك مشكله، في يوزر نيم باسورد هذا بيعتبر برايفت بروكسي بتشتغل من خلاله. في حال انت قمت بانشاء هذا الحساب بدون بروكسي بتقوم باضافته للمتصفح للبرنامج بدون بروكسي. في حال انت اضفته او انشاته من خلال بروكسي بتضيف نفس البروكسي اللي انشاته للبرنامج بكل سهوله. في حال اشتريت هذا الحساب او الحسابات وكان معها بروكسي برضه بتقوم باضافه البروكسيات الخاصه بهذا الحساب. تقدر تقوم باضافه البروكسي بهذا الشكل على طريقه سنجل، يعني حساب واحد حساب واحد. ما بدك تستخدم هذا الاسلوب، بدك عندك عده حسابات، مجموعه حسابات بدي اقوم بعمليه امبورت لها مره واحده. بضغط على مالتي اكونت، امبورت مالتي اكونت من هون، تفتح لك هذه الصفحه زي ما انتم شايفين هيك، تختار الملف اللي بتكون موجود عليه الملف اللي موجود فيه الحسابات وتقوم بعمليه الامبورت. راح نشتغل احنا بهي الطريقه وبهي الطريقه عشان نشوف كيف بنقوم بتجهيز الحسابات لعمليه الامبورت لما تكون مجموعه حسابات، وراح نشتغل اذا كان سنجل اكونت واحد كيف نشتغله.
الآن بكل سهولة شباب أنا سأقوم بإضافة Add Account من هنا، أفتح هذه الخانة كما ترى من هون، أروح أختار من هون Facebook. بعد ما أختار Facebook الآن مطلوب مني أقوم بإضافة الأكاونت نيم. الأكاونت نيم هون قم بإضافة أي اسم أنت بدك إياه، ما عندك مشكلة. هو البرنامج بعد ما يقوم بضبط إعدادات الحساب اللي راح تقوم بإضافته الآن، هو بيقوم بالتعديل بشكل آلي لوحده مهما كان الاسم هون New. على سبيل المثال نيو، ما عندنا اي مشكله. لا مطلوب اني اقوم باضافه اليوزر نيم او التليفون او الباسورد، هذا خاص بالفيسبوك. في حال انا قمت باختيار اليوتيوب هنا سيطلب مني اني اقوم باضافه اذا كان هنالك موجود ريكفري ايميل، مش موجود ريكفري ايميل تتركها فارغه كما هي ما في مشكله. لكن الان ساعمل على فيس. كما ترى الان قمت باضافه هذا الحساب، ومش راح استعمل مع بروكسي لانه بدون بروكسي هذا الحساب ممكن انشاءه. كما قلت سابقا اذا كان الحساب انشاته مع بروكسي قم باضافه البروكسي، ما انشاته مع بروكسي انت مش بحاجه انك تقوم باضافه اي بروكسي. بعد هيك شباب كل مطلوب مني ان اضغط على سيف. مجرد ما ضغطت على سيف زي ما انتم شايفين الان بيتم تحويل هذا الحساب على بروسيس زي ما نشوف زي ما انتم شايفين الان نيو. الان ايش بيعمل البرنامج بهاي اللحظه؟ الان هو بيقوم بالتحقق من الحساب. شوف start login into Facebook by new account، هذا الحساب اللي هو new account. الآن هو بقوم بمحاولة تسجيل الدخول على الفيسبوك، بقوم بالتحقق من بعض الأمور اللي تتوافق مع البرنامج مع العمل بشكل عام، بيعطيك النتيجة بعد دقائق من إضافة الحساب. زي ما انت شايفين أصبح الآن الحساب successfully. الآن هو بيقوم، طبعا هنا تجد كل الأمور تحت بالأسفل. الآن هو بقوم start getting new information. الآن بقوم ب عملية سحب بعض المعلومات والداتا اللي بتخص حسابك اللي بتهمنا للعمل من خلالها. لكن الآن هو تم تسجيل الدخول بالحساب بشكل عادي جدا، ما عندك أي مشكلة فيه، الحساب شغال. في حال لا قدر الله أعطاك بالأحمر فيلد إنه ما تم التسجيل، أنت تحتاج إنك تقوم بتسجيل الدخول. راح أورجيك كيف بيتم تسجيل الدخول. شوفوا الآن قام بالانتهاء زي ما أنتم شايفين. الآن هو قام بتسجيل الدخول بالحساب، أعطاني إنه ساكسفوني، اعطاني اليوزر اكونت نيم او الاي دي اكونت من هون، وبعد هيك بيعطيني اذا كان في عندي اي فريند شيب بيعطيني اياهم هون، اذا في عندي اي جروبات انا مسجل فيهم برضه بيعطيني اياهم هون. هذا الحساب ما في عليه اي جروبات او اي شيء. بهي الطريقه انا قمت الان باضافه هذا الحساب. في حال لا قدر الله اني وجدت هذا اللون بدل ما هو بالاخضر، بدل ما هو سكسفولي وجدته بالاحمر، وجدته فيلد انه ما تم تسجيل الدخول، بكون في إما خطأ في الباسورد أو بكون في أمر معين، تقدر تقوم بالآتي. إذا كان في خطأ عندك بالباسورد كل مطلوب منك رايت كليك من هون ديتيلز من هون زي ما انت شايفين. مجرد ما دخلت على ديتيلز راح تجد أنك الآن قمت بمشاهدة، مجرد ما قمت بالضغط على ديتيلز راح تظهر عندك زي ما انت شايفين المعلومات. تقدر تقوم الآن أنت بتعديل المعلومات زي ما انت شايفين الآن هو قام بتعديل المعلومات لوحده. تقدر تقوم بتعديل المعلومات، اعطاني سكسفولي ولاست ابديت عمل لك اياها 23/2/2020 الساعه 12 الى اخره. الان في خطا باسورد مثلا بتقوم بتعديل الباسورد، في خطا باليوزر نيم بتقوم بتعديله، بتضغط على سيف وبيرجع هو مره ثانيه بيقوم بالتحديث. اذا ما كان الخطا من هون، كان الخطا مثلا بعمليه تسجيل الدخول، كل مطلوب مني رايت كليك من هون براوزر لوج ان، براوزر لوج ان هذه بيفتح معك المتصفح بشكل عادي راح تشوفه، وراح يقوم بتسجيل الدخول امامك، ويتوقف عند النقطة اللي فيها مشكلة في حال كان في مشكلة. في حال ما كان في مشكلة انت مش محتاج هذه الخطوة اصلا، هو راح يكمل لوحده زي ما شفنا مع بعض واعطاني انه سكسفولي. لكن احنا بنتكلم في حال لا قدر الله ان واجهت اي مشكلة في مباشرة، بتقدر تستخدم هذا الاسلوب. راح زي ما انتم شايفين ظهر عندي هذا الحساب. لكن الملاحظة المهمة هون هذه النافذة هاي اللي بتظهر أمامك هون إنه سيف باسورد، ما لك علاقة فيها، لا تقوم بعمل سيف ولا تقوم بعمل أي شيء، مش مطلوب منك هذا الأمر، هو البرنامج بتوكل بكل شيء. هيك إحنا عرفنا ليه متى بنستخدم البراوزر لوج إن، عشان لو واجهنا أي مشكلة في الحساب نقدر نستخدم رايت كليك وبراوزر لوج إن عشان أقدر أستخدم هذا الحساب. بعد هيك شباب الآن أنا قمت بإضافة حساب، من هون بقدر أشوف الديتيلز للحساب زي ما إحنا حكينا مسبقا، نقدر نعدل عليها بالطريقه اللي بدنا اياها. من هون بقدر اقوم بحذف اي بروفايل بدي اياه، ديليت بيسالني انت بدك اياه متاكد انك تقوم بحذفه؟ نو ما راح احذفه، لكن انت بتقدر في حال بدك تحذفه. في حال كان في عندي
جروب، يعني عدد جروبات انا قمت بالتسجيل فيها بهذا الحساب مسبقا، وبدي اشوف هاي الجروبات. كل مطلوب مني اضغط على جروب ليست من هون بيظهر لي هذه النافذه. في حال عندي اي جروبات بيعطيني مجموع الجروبات. هون عندك توتال زيرو، ما عندي اي جروبات لسه لانه هذا الحساب جديد. راح نشوف مع بعض. في حال كان عندي حساب اخر على سبيل المثال، هذا حساب اخر، هذه جروبات بتكون تم التسجيل فيها مسبقا، بيعطيك هون الجروب نيم، وبيعطيك هنا الرابط الجروب، بيعطيك عدد الناس الموجودين في الجروب، بيعطيك اسم الحساب الى اخره، بتقدر تشوفها من هون. هيك عرفنا كيف نقوم باضافه الحساب بطريقه سنجل. الان راح نشوف لو قمنا باضافه الحساب حسابات بعمليه بلك اكونت، ايش المطلوب مني وكيف لازم يكون صيغه ملف التكست شباب مع بعض. راح يكون عندي ملف تكست بهذا الشكل، مطلوب مني راقب معي 1 2 3 4 5 6 استيراد الملفات. الآن أنا عندي ملف جاهز بهذا الشكل. وين راح الملف؟ راح نشوفه مع بعض. أقوم باستيراد الملف من هون بهذا الشكل، من الديسكتوب على سبيل المثال، هذا فيسبوك أكاونت، بس بقوم بإضافته بهذا الشكل وبنتظر. شوف هو بيقوم بالتعليم مباشرة على الأكاونتات الجديدة، حساب حسابين ثلاث. مجرد ما قام بالتعليم عليهم، الآن إلك الخيار أنك تقوم بتثبيتهم. الآن هو inactive، not active لسه. في حال بدك يقوم البرنامج الآن بالتشيك على الحسابات، كل مطلوب منك من الأكشن من هون تقوم بcheck account details، هذه check account details. مجرد ما ضغطت عليها بيبدأ هو بشكل آلي، طبعا راح ياخذ وقت، انا الان ما راح اضغط عليها، بيبدا بشكل آلي بفحص هذه الحسابات الجديده. طبعا واضح فحص الحسابات الجديده، ما بدك تقوم بالتسجيل بشكل يدوي واحد واحد من هون براوزر لوكال، لكن بنفس الطريقه بتقدر تقوم باضافه. في حال بدك تقوم بحذف هذه الحسابات، تقدر تقوم بحذف هذا البروفايل، انا راح احذفه من هون، راح احذف هذا الحساب كمان من هون، راح احذف هذا الحساب من هون عشان ما يصير اي خربطة. اوكي، هيك انا عرفنا كيف نقوم باستيراد الاكاونت من خلال ملف تكست، او نقوم باضافته حساب حتى ما نواجه اي مشاكل. بالطريقة اللي بتشوفها مناسبة تقدر تشتغل. الان عندي هنا عدة خيارات. من هنا عندي بالسلكت اول اكاونت، بيعمل لك تشيك بوكس على كل اكاونت. في حال انك تقوم بالتحقق من جميع الاكونت، تشيك اكونت ديتيلز، لو ضغطت هون الان كل الحسابات هاي بيرجع بيتحقق منهن وبجيب لي معلومات الجروبس والى اخره من جديد. بدي وركينج اكونت بهذا الشكل، بيعلمني بس على اللي الحسابات اللي شغاله. بدي نت وركينج اكونت، بيعطيني اذا كان في عندي حسابات مش شغاله بشيك لي عليه، يعني بقوم بعمل تشيك بوكس عليها عشان اذا بدي اقوم بالحذف من هون اقدر احذفها. بدي not checked account، الحسابات الجديدة اللي ما قمت لسه بالتحقق منها انها شغالة او لا بيعمل لي check عليها. deselect بيقوم بإزالة check box عن الكل منهم. الان من الاكشن من هون في عندي عدة خيارات. في عندي update all details اللي هو اعادة الاتصال بقاعة البيانات واحضار المعلومات من جديد بهذا الشكل، بقوم بس بعملية الاتصال من جديد اذا في اي معلومات جديده. من هون تشيك اكونت ديتيلز، لازم اكون انا قمت ب عملت تشيك لاي حساب بدي اياه، على سبيل المثال 1 2 3 4 مثلا 1 2 بلاش هيك، خلينا هذا واحد هذا واحد هذا واحد. بدي اقوم الان مثلا بالتحقق من هاي الحسابات، كل مطلوب الان مني من هون تشيك اكونت بهذا الشكل. هو بقوم زي ما انتم شايفين الان هو اعطاني بروسيس، بيبدا الان يعمل تشيك على الاكونتات هاي، وبيقدر يتحقق من صلاحيه الاكونتات من جديد، ويعمل ابديت للمعلومات من جديد، ويقوم بتزويدك فيها مره ثانيه. بعد ما يتحقق بيعطيك النتائج لوحده. زي ما انتم شايفين هيك شباب، هو قام بالتحقق من هاي الثلاث حسابات اللي انا طلبتها. طبعا انت بتقدر تتحقق من جميع الحسابات من حساب واحد الى اخره حسب الحاجه. طبعا متى نستخدم هذا الخيار؟ نستخدم الخيار هذا لما بيكون الحسابات جديده، او إن قمنا بإجراءات على الحسابات زي على سبيل المثال قمنا بإضافة أصدقاء جداد، تسجيل بجروبات إلى آخره، بدنا نتحقق من عملية آخر تحديث، نقدر نقوم بعملية تشيك لهي الحسابات. هيك إحنا عرفنا مع بعض شباب كيف نقوم بإضافة الحساب بشكل فردي،
كيف نقوم بعملية استيراد الحسابات لما تكون كمية كبيرة، وكيف نقوم بالتحقق من هذه الحسابات. هيك هذا الفيديو خلصنا فيه شباب مع بعض كيف نقدر نضيف الحسابات. الآن الفيديو التالي راح يكون عن أول قسم نستخدم فيه من هاي الأقسام. نشوفه مع بعض إن شاء الله 40 بالفيديو رقم 2.